برنامج الملتقى الوطني الافتراضي نرحب بمن حضر حالا معنا و ان شاء الله سوف نحاول قدر المستطاع ان نسير في الوقت وذلك نظرا لورود كثير المداخلات بداية احيل الكلمه الى الجلسه الاولى يعني مباشره والموسومه بسياده القانون والمفاهيم ذات الصله الجلسه الاولى التي ستكون نستهلها بكلمه الدكتور رابعي ابراهيم حول ضمانات الامن القضائي في الجزائر ومعوقات تجسيده ليتفضل مشكورا في البدايه ارحب بكل الاساتذه الضيوف الموجودين على هذا الفضاء وأشكر قائمين على هذه وعلى هذا الملتقى وعلى رأسهم رئيس ملتقى دكتور دحي عبد اللطيف مشكور على هذا النشاط ومشكور أيضا على اختيار هذا الموضوع الذي يأتي في وقت مهم جدا تزايد فيه الاهتمام بسيادة القانون أو دولة القانون. هذا الاهتمام بدولة القانون كان ولا يزال محل اهتمام كثير من الدول والتنظيمات الإقليمية والمنظمات الدولية، فقد اعتبرت الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية هي من القيم والمبادئ الأساسية وغير القابلة للفصل لدى هيئة الأمم المتحدة. نعم أستاذ؟ تفضل. لدى هيئة الأمم المتحدة، وأبدت في السياق ذاته اقتناعها بأن ترقية دولة القانون على المستوى الوطني والدولي ضرورية أو ضرورة للنمو الاقتصادي وللتنمية المستدامة وللقضاء أن هذا الاهتمام الدولي انعكس أيضا على مستوى دساتير الدول والتشريعات الدول، وما يهمنا هو الوضع في الجزائر، فقد اهتمت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال بتكريس دولة القانون، وذلك من خلال تبني مختلف المبادئ والعناصر الأساسية لقيام هذه الدولة، وإن لم يتضح ذلك جلياً أو صريحاً في الدساتير الجزائرية، إلى أنه مؤخراً بموجب تعديل الدستوري لسنة 2020 تم الإشارة صراحةً في ديباجة تعديل الدستوري لسنة 2020 إلى موضوع دولة القانون أو سيادة القانون، حيث جاء في الديباجة فقرة مطولة أن الشعب الجزائري ناضل ويناضل إلى غير ذلك ويعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة القانون جمهورية ديمقراطية، ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز روابط الوطنية وضمان الحرية الديمقراطية للمواطنين. إذن ديباجة تعديل الدستوري سنة 2020 تنص لأول مرة أو تستخدم أول مرة مصطلح دولة القانون. هذا لا يعني أن الدساتير التي قبلها لم تكن تتبنى أو تسعى لتجسيد دولة القانون، ولكنها لم تنص عليها صراحة، وإن أشارت فقط إلى المبادئ التي تقوم عليها والمتمثلة في ضمان الحقوق والحريات، مبدأ الفصل بين السلطات، مشروعية ضمان مبدأ المشروعية، تكريس التداول الديمقراطي على التداول الديمقراطي والانتخابات وضمان انتخابات حرة ونزيهة. من بين أهم العناصر التي تقوم عليها دولة القانون هي توفر أو وجود أمن قانوني ويتبعه الأمن القضائي. الأمن القانوني هو أحد العناصر الأساسية لدولة القانون لا شك في ذلك، وقد تكلم عنه كثير من الباحثين. غير أن الأمن القضائي كأحد العناصر الأساسية لقيام الدولة لقيام الأمن القانوني لم يشير إليه أو لم يلقى الاهتمام بذلك القدر الذي لقيه الأمن القانوني. في البداية نعرف الأمن القضائي. الأمن القضائي أو قدم له الفقهاء والباحثون تعريفين أو اتجاهين في تعريف الأمن القضائي. أولا الاتجاه الموسع والذي يعرف الأمن القضائي بأنه الثقة في السلطة القضائية، توفر الثقة لدى المواطنين في السلطة القضائية،
ويتجلى ذلك من خلال عديد العناصر التي سنشير إليها لاحقا. وفيه المعنى الضيق للأمن القانوني، وهو يتعلق على وجه الخصوص بالاجتهاد القضائي، بتوحيد الاجتهاد القضائي واستقراره. وهو بهذا المعنى، بالمعنى الأول الموسع، يتعلق بكل الهيئات القضائية ويشمل جميع الهيئات القضائية. أما المعنى الضيق المتعلق بالاجتهاد القضائي وتوحيده واستقراره، فإنه ينصرف فقط إلى الهيئات القضائية العليا في الدولة، وهي على مستوى الجزائر المحكمة العليا ومجلس الدولة، وهو الدور المنوط بهما كما سنرى لاحقا. المشرع الجزائري أو المؤسس الدستوري الجزائري عمل على تكريس الأمن القضائي، وذلك من خلال نستطيع أن نقول من وجهين. أولا، من خلال النص على الأمن القانوني، وقلنا أن الأمن القضائي هو امتداد للأمن القانوني وأحد عناصره الأساسية، بل وأحد ضمانات الأساسية لتجسيد الأمن القانوني هو وجود أمن قضائي. فالنص على الأمن القانوني هو تجسيد في الحقيقة للأمن القضائي. النص على الأمن القانوني أيضا، لم يكن هناك نص صريح على الأمن القانوني سابقا، وإن كان هناك تبني لمختلف مبادئه المتعلقة بعدم مراجعية القواعد القانونية وغيرها، إلى أنه في التعديل الدستوري سنة 2020 تضمن جديدا بخصوص هذا الموضوع، وهو النص صراحة أو استعمال مصطلح الأمن القانوني صراحة، حيث ورد في الدباجة بأن الدستور يكفل الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطية. إذن المؤسس الدستوري الجزائري يستعمل لأول مرة مصطلح الأمن القانوني في دباجة الدستور. كما نصت الفقرة 4 أيضا من المادة 34 على أنه تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة على وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات وضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره. فهذا الاتجاه الجديد المعبر عنه من خلال تعديل 2020 ومتضمن النص صراحة على مصطلح أو استعمال مصطلح دولة القانون واستعمال مصطلح الأمن القانوني، يدل على أن هناك توجه يسعى فعلا لتكريس هذه المبادئ. فباعتبار الأمن القضائي قلنا امتداد الأمن القانوني، فإن هذا التنصيص عن الأمن القانوني يعتبر تكريسا للأمن القضائي من حيث النص، أو أن الأمن القضائي أصبح مبدأ دستوريا باعتباره امتدادا للأمن القانوني. النقطة الثانية، وهي تبني الدستور لأهم العناصر التي يقوم عليها الأمن القضائي. فنجده نص على مجموعة من الضمانات والشروط ذات صلة بالأمن القضائي، سواء المتعلقة بمفهومه الواسع أو المتعلقة بمفهومه الضيق المرتبط بالاجتهاد القضائي. فنجده مثلا في المادة 163 ينص على، من تعديل الدستوري سنة 2020، ينص على أنه يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور، وهذا أحد عناصر الأمن القضائي. كما تنص المادة 165 على أن على أحد أهم المبادئ المتعلقة بالأمن القضائي، وهو استقلالية القضاء، يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة وكونه متاحا للجميع. أما بخصوص مفهوم الضيق المتعلق بالاجتهاد القضائي، نظرا لضيق الوقت، متعلق بالاجتهاد القضائي، فإن المادة 179 الفقرة الثانية أو الفقرة الثالثة عفوا نصت على أن تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون. إذن هذه العناصر المتعلقة بالأمن القضائي كانت متضمنة في الدساتير السابقة، وتم تأكيدها مؤخرا في التعديل الدستوري سنة 2020. كما تمت الإشارة إلى مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالأمن القضائي، لا سيما الموجودة في المادة 178، كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بالسهر على تنفيذ الأحكام القضائية، لأن تنفيذ الأحكام القضائية أحد العناصر الأساسية للأمن القضائي. يعاقب القانون على كل من يمس باستقلالية القاضي، لأن استقلالية القضاء أيضا عنصر أساسي من عناصر الأمن القضائي، أو يعاقب سير العدالة وتنفيذ قراراتها. إذن فيه تكريس على مستوى النص، على مستوى الدستور، للأمن القضائي. غير أن هناك إشكاليات عملية وبعضها نظري، يعني على مستوى النص يعترض أو يحول دون التجسيد الفعلي أو الحقيقي أو العملي للأمن القضائي. أهم هذه الإشكالات الاجتهاد القضائي. الاجتهاد القضائي طبعا هو مكمل للعمل التشريعي،
ويكتسي أهمية بالغة ويؤدي دورا مهما في توفير الأمن القضائي كلما كان مستقرا وموحدا بين كل الجهات القضائية. وتسعى الجهات القضائية في مختلف الدول إلى توحيد الاجتهاد القضائي لضمان عدم تناقض أو تعارض الأحكام القضائية من الجهات القضائية المختلفة، ولذلك توكل هذه المهمة للجهات القضائية العليا في الدولة. قلت وقد خولت المادة 179 فقرة الثالثة للمحكمة العليا ومجلس الدولة مهمة توحيد الاجتهاد القضائي ضمانا لهذه الغاية، وهي عدم التعارض والتناقض في الأحكام القضائية. لكن الإشكالية، هناك إشكالية تعترض عملية أو دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في هذه الدور. أول إشكالية هي عدم استقرار الاجتهاد القضائي. حتى المحكمة العليا ومجلس الدولة نجد أنهما غير مستقرين في اجتهاداتهما القضائية التي يفترض أن تتسم بنوع من الثبات يعطي الطمأنينة للمتقاضين ويجعل المتقاضي يتوقع أو تكون الأحكام القضائية في إطار توقعات المتقاضين. الإشكالية الأولى هي عدم الاستقرار. الإشكالية الثانية هي رجعية الاجتهاد القضائي، وهذا بخلاف ما المبدأ القانوني المتعلق بعدم رجعية القاعدة القانونية، فإن الاجتهاد القضائي دائما يطبق بأثر رجعي، لأن القاضي عندما يفصل في النزاع يفصل في قضايا وقعت سابقا وفقا الاجتهاد ينتجه أو في الحل ينتجه حينا. وبالتالي الصفة الملازمة للاجتهاد القضائي أنه يسري بأثر رجعي على وقائع حدثت قبله، وهذه أحد العناصر المؤثرة في الأمن القضائي لأنها تكون مفاجئة للمتقاضي. والعنصر الثالث والمهم المؤثر في الاجتهاد القضائي هو موضوع نشر الاجتهاد القضائي. عدم قدرة المتقاضين، عدم قدرة المحامين وحتى القضاة أحيانا عن الاطلاع عن الاجتهادات القضائية الجديدة، وذلك راجع للقصور في عملية نشر الاجتهاد القضائي، والذي ينبغي أن تعمل الجهات المعنية أو تبذل فيه جهدا من أجل إطلاع، لأن الاجتهاد القضائي يصبح يؤسس لقاعدة قانونية وبالتالي ينبغي أن يعلمها المعنيون بها. الإشكالية الثانية التي تعترض الأمن القضائي هي مسألة الإعلام القضائي. الإعلام القضائي، والإعلام القضائي كما عرفته المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية أو كما يستشف من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، هو البيان أو الإجراء الذي يقوم به ممثل النيابة العامة بعد حصول على إذن لإطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، وذلك بغرض تفادي انتشار معلومات غير كافية أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام. إذن الإعلام القضائي يستهدف أو يكون في حالتين. الحالة الأولى هي تفادي انتشار معلومات غير كافية أو غير صحيحة مغلوطة للرأي العام وإزالة اللبس حولها، والحالة الثانية هي وضع حد الإخلال بالنظام العام الناجم عن عدم معرفة تفاصيل بعض القضايا. فلا شك أن إعلام الرأي العام يؤدي إلى فائدة عملية كبيرة ويساهم في بناء الثقة، هذه الثقة التي يسعى الأمن القضائي إلى تجسيدها. فالغرض الأساسي من الأمن القضائي ما هو؟ وجود ثقة أو نشوء ثقة في السلطة القضائية. فعلى السلطة القضائية أن تكون متفتحة أو أن تعلم الرأي العام ببعض، خاصة القضايا التي تثير أو يعني تثير اهتمام الرأي العام. ملاحظ عملي أن النيابة العامة قليلا ما تلجأ وتبادر إلى إطلاع الرأي العام، وإن حدث فيكتفي بإصدار تقارير صحفية تكون مقتضبة أو لا تتعلق حقا بالقضايا التي تشغل الرأي العام كقضايا الفساد وغيره. العنصر الثالث الذي يؤثر أو الإشكالية الثالثة التي تعترض الأمن القانوني أو تجسيد الأمن، عفوا الأمن القضائي، هي تأثير آفة الفساد على الأمن القضائي. الفساد بمختلف صوره الذي ينخر في سلك القضاء، هذا يؤثر بشكل مباشر على الأمن القضائي. العنصر الرابع الذي يمكن إشارة إليه أيضا ويعتبر أحد إشكالات الأمن القضائي هي إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، لأن الثقة في السلطة القضائية متعلق بما تصدره من أحكام وفقا للقانون وبتطبيق تلك الأحكام. فإذا صدرت القانون مطابقة للقانون غير أنها لم تطبق فتنعدم الثقة في السلطة القضائية، إذا كانت السلطة القضائية غير قادرة على تنفيذ أحكامها.
هذه وقد اتخذ المشرع الجزائري جمله من الاجراءات التي تضمن استقلال تنفيذ احكام قضائيه، غير انها لم تكن كافيه الى حد ساعه، وعليه خاصه في الاحكام المتعلقه بالصادره ضد الاداره، فرغم كل المحاولات لا تزال هناك صعوبات في تنفيذ الاحكام الصادره ضد الاداره. في الختام دون ان نطيل، نخلص مما سبق إلى أن هناك رغبة من قبل المؤسس الدستوري والمشرع لضمان تحقيق الأمن القضائي، ويتجدد ذلك من خلال مختلف النصوص التي سبق أن أشار إليها، إلى أن ذلك غير كافي ويحتاج إلى مزيد من التجسيد العملي وإيجاد حلول عملية للإشكالات التي تعترض الأمن القضائي، وعلى رأسها تدريس الأمن القضائي دستوريا كمفهوم مستقل وليس تابع للأمن القانوني، لأن له مبادئه المستقلة. والتكريس الدستوري طبعا يعطي ضمانة أكبر لهذا المبدأ ويعطي احترام أكثر لهذا المبدأ. العمل على توحيد الاجتهاد القضائي ونشره واستقراره ونشر الاجتهاد القضائي، يعني السعي من أجل نشر الاجتهاد القضائي حتى تعم الفائدة. هذا الذي أردت أن أتطرق إليه، ويمكن أن نشير إلى نقاط أخرى من خلال المناقشة. شكرا لكم سيد الرئيس، ونحيل لكم الكلمة. مشكور دكتور إبراهيم الرابعي على إثرائه للنقاش. الدكتور علاء الدين قليل، نعم، مرحبا بك. مداخلته بعنوان المجتمع المدني كمدخل لتوطين الديمقراطية التشريعية. شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية عاطرة لكل الأساتذة الحاضرين، شكر موصول لكم أستاذ عبد اللطيف على هذا النشاط العلمي المتميز، أدام الله عطاكم إن شاء الله. مداخلتي كما ذكرتم موسومة بالمجتمع المدني كمدخل لتوطين الديمقراطية التشاركية، المشاركة في صنع وتنفيذ القرار نموذجا. نعم، هي سابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية، أين تطرق المؤسس الدستوري الجزائري بهذه السعة، بهذه المكانة المتميزة والقوة الدستورية لمنظمات المجتمع المدني في التعديل الدستوري 2020. هذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود إرادة سياسية حقيقية في تفعيل الديمقراطية التشاركية، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي. مداخلتي أفردت فيها مجموعة من المحاور تنوعت بين المفهوم والأهمية في منظمات المجتمع المدني داخل الكيان القانوني للدولة، ومحور آخر كذلك تطرقت فيه إلى هلاليات المقررة في التعديل الدستوري 2020 لمنح منظمات المجتمع المدني القوة وإمكانية المشاركة في صنع وتنفيذ القرار المحلي، أو كذلك المشاركة في رسم السياسة العامة بالنسبة للمرصد الوطني للمجتمع المدني. بين المفهوم والأهمية تتعدد المفاهيم الخاصة بالمجتمع المدني، لا يتسع المقام إلى ذكر كل المفاهيم والتعريف، نكتفي بالإشارة إلى أنها عبارة عن منظمات مدنية مؤسسية اكتسي فيها الطبع المدني والطبع الطوعي، تهدف إلى إشباع رغبات السكان المحليين والمشاركة في الانتفاع بالحاجات الوطنية والحاجات المحلية في مستوى إقليم معين. كذلك أهم شروط المتوفرة والتي أفردها ذلك الفقه حتى نكون أمام مجتمع مدني فعلي، وهي فكرة الاستقلالية، مؤدى ذلك أن المجتمع المدني يجب أن يكون مستقلا عن السلطة، يجب أن يخرج عن وصاية السلطة. كذلك فكرة المؤسسية، يجب أن يكون أو تكون منظمات المجتمع المدني في نمط أو هيكل مؤسسي يخضع للنظام القانوني للدولة، وهو حال منظمات المجتمع المدني عامة في الجزائر. كذلك فكرة التوعية، ومؤدى ذلك أن قيام مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تقوم على الرغبة الشخصية، الإرادة المنفردة لأصحابها بمحض إرادتهم للدخول توعية في هذه المنظمات، والسعي في إطار مشترك إلى تحقيق أهداف مشتركة تهدف وتخدم الصالح العام المشترك. أهمية المنظمات المجتمع المدني داخل كيان القانون للدولة تتنوع بين الأهمية بالنسبة للفرد وبالنسبة للدولة. بالنسبة للفرد في تحقيق المصالح المشتركة، في تحقيق الأهداف المشتركة، في العمل المدني المجتمعي على المستوى المحلي، كذلك في تعزيز الجبهة الداخلية، هو كذلك محور أحد الزملاء سيتدخل بعد قليل إن شاء الله. كذلك الأهمية داخل الكيان القانوني للدولة ككل،
بحيث أن الدولة تخلت طوعا أو كرها عن مجموعة من الوظائف الاجتماعي، ولابد لمنظمة المجتمع المدني أن تنهض بدورها المنشود في هذا المساهمة والمشاركة في تسيير الشأن المحلي، كذلك المساهمة في صنع القرار السياسي والاستثماري على المستوى المحلي، المشاركة في تجسيده، كذلك المشاركة في صنع السياسة العامة على مستوى الجهات المركزية، وهو الدور المنوط بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. كذلك الحديث الآن يجب أن ينتقل من الجانب النظري، من الجانب التقليدي الكلاسيكي، إلى الجانب العملي التطبيقي. الحديث الآن أصبح يدور حول الآليات الكفيلة بتطبيق الديمقراطية التشاركية فعلاً على مستوى الواقع. من قبل ذلك ما تم دستورته في دستور التعديل دستور 2020، وهو يعني السماح فقط بإنشاء منظمات المجتمع المدني بمجرد التصريح فقط، وليس كذلك. انتقلنا في جانب الضمانات إلى أنه حل منظمات المجتمع المدني يكون بموجب حل قضائي فقط، يعني الحل الإداري الآن في تعديل دستور 2020 أصبح غير موجود. كذلك من بين الآلية المستحدثة أنها وجود وتأسيس مرصد وطني للمجتمع المدني الذي نعتبره هو عبارة عن هيئة دستورية ذات طابع استشاري توضع لدى رئيس الجمهورية، تعنى بتقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات منظمات المجتمع المدني. هذا المرصد هذا أساسه موجود في المواثيق الدولية، في هيئات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني لسنا السباقين في تأسيس لمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي والمركزي. من أهم الأهداف المنوطة بهذا المرصد هذا في سبيل يعني تحقيق والمشاركة في صنع القرار، وهي ثلاث نقاط أوجزها في ثلاث نقاط موجزة. أولا يعني بعنوان تنظيم وتأطير منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي، المشاركة في صنع القرار هي مشاركة في تنظيم، مشاركة في تخطيط، مشاركة في إشراف، مشاركة في رقابة على المستوى المحلي. يأتي المرصد الوطني كجهة يعني عليا يعنى بتنظيم وتأطير هذه المنظمات. هذه اثنين بعنوان ترقية القيم والمبادئ الوطنية، وهو أحد محاور هذا الملتقى. المرصد الوطني يعكف على المساهمة رفقة مؤسسات الدولة المعنية في بعث وتكريس المبادئ والقيم الوطنية بين أفراد المجتمع المدني، والعمل على تجسيد الممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات الدولة. بنقطة ثالثة كذلك بعنوان التنمية الوطنية، وهو الباب والمدخل الذي نستطيع من خلال تجسيد كذلك الرقابة، تجسيد قرارات متعلقة بالتنمية على المستوى المحلي وكذلك على المستوى المركزي. فيه كذلك عديد النقاط نود أن نثيرها إن شاء الله رفقة باقي الزملاء في إذا كان فتحت المجال إن شاء الله للمناقشة. وشكراً. بارك الله فيك دكتور على هذا الإثراء، بارك الله فيك. وبدون إطالة نحيل الكلمة لسليماني هندون. حاضرة معكم أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ سليماني هندون. أهلا بك. مداخلته بعنوان مقتضيات الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان بين سمو الدستور وسيادة القانون. حاولي يا أستاذتنا الكريمة أنك تلتزمي بالوقت قدر المستطاع. شكرا، تفضلي. طبعا شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أتقدم بورقة بحثية موسومة بمعيار تحقيق التناسب في المعاملة كضمان لتوازن المطلوب بين حقوق الإنسان وحريته من جهة وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى. فكما هو معروف فإن سيادة القانون ليست ضماناً مستوجباً لحماية الفرد فحسب، لكنها أصبحت الأساس الوحيد لشرعية السلطة داخل الدولة القانونية بالمجتمعات الديمقراطية. فسيادة القانون تستمد من الدستور لأنه هو من يضع الأسس التي يقوم عليها القانون بجميع فروعه، وبالنتيجة يسمو عليها بحكم مكانته وتخضع له جميع القواعد القانونية انطلاقاً من وحدة النظام القانوني. وعلى هذا يمكن لنا أن نطرح الإشكالية التالية: معيار تحقيق التناسب في المعاملة كضمان للتوازن المطلوب بين حقوق الإنسان وحرياته من جهة وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى. نبدأ بالتطرق للمبدأ الأول، وهو مبدأ التوازن بين القيم الدستورية المختلفة
فللبحث عن نظام التوازن بين القيم الدستورية المختلفة لابد من تحديد متطلبات ذلك التوازن داخل النظام القانوني، وهذا ما يدفعنا إلى تناول بعض النقاط. أولها متطلبات التوازن بين القيم الدستورية المختلفة في إطار النظام القانوني. يهدف القانون إلى حماية الفرد في مصالحه الخاصة والمجتمع في إطار المصلحة العامة عبر إشباع حاجته المقدمة وتحميله واجبات تجاه المجتمع. ولكن مع تعدد الحاجيات قد تزداد الموازنة بين حقوقه وحرياته وتقابلها من واجبات. عندما نتطرق إلى أهداف النظام القانوني في حد ذاته، بداية لابد من الإشارة إلى أن مصالح الفرد واحتياجاته تقابلها الاحتياجات العامة المتعلقة بالمجتمع والتي تسعى الدولة بسرعتها إلى كفالتها وحمايتها في جميع المجالات، وهي في النهاية المهام يطلع بها النظام القانوني ويكفلها بالعناية والحماية، وذلك في المجتمع الذي يكفل فيه الأفراد حقوق الأفراد وحرياتهم في نسق دولة القانون. عن مبدأ التناسب كمعيار لتحقيق التوازن، فالنظام القانوني يحكم مجموعة من الحقوق من خلال إحداث توازن فيما بينها وبين المصلحة العامة. عندها قد يحدث نوع من التناقض الذي يستوجب حله، وبالنتيجة نشأ مبدأ التناسب لتحقيق التوازن المنوعان ضمانا لوحدة النظام القانوني أثناء حمايته لحقوق الإنسان وحرياته من جهة من أمثلة التناسب والتوازن من خلال تطبيقات النظام القانوني. نجد مثلا في قانون العقوبات أن من المبادئ الواجب احترامها مبدأ تناسب العقوبات. نعرج الآن إلى تطبيقات التوازن المطلوب بين مختلف الحقوق والحريات والمصلحة العامة. فمن المؤكد أن الوثيقة الدستورية في الدولة القانونية تعبر عن مختلف أقسامها بما احتوته من نصوص عن مجموع القيم الدستورية المسطرة لحماية المصلحة العامة، ويظهر هذا التعبير من خلال تحديد واجبات الدولة وسلطاتها ودورها الإيجابي في بناء المجتمع بمختلف مرافقه العمومية، وهو الاهتمام الذي أفردت له الوثيقة الدستورية باباً خاصاً سمي بباب الحقوق والحريات. أما عن بعض تطبيقات هذا التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة، نجد مثلاً الموازنة في بين مختلف الحقوق. نذكر مثلاً الحق في السلامة الجسدية، وذلك من خلال تجريم المساس بالجسد. ومن الأمثلة المعروضة في هذا المقام ما قيل في مدى الحق في مساعدة الغير على التخلص من حياته بالانتحار طالما أن المريض يملك التخلص من حياته بعدم الرضا بأن يكون محلاً للعلاج جبراً. فيما يخص الموازنة بين مختلف الحريات، نجد مثلاً حرية التعبير. فمن المؤكد أنه لا يجوز تقييد حرية التعبير بأغلال تعيق ممارستها سواء عن طريق فرض قيود مسبقة أو عن طريق النص على عقوبات لقمعها. عن المبدأ الثاني المتمثل في مبدأ المساواة كمعيار لتحقيق التناسب وضمان التوازن المطلوب بين حقوق الإنسان وحرياته، فمبدأ المساواة من المبادئ العامة للقانون يرتكز على أساس من الفلسفة السياسية للديمقراطية، كون الحرية تنعدم ما لم تكن متاحة للجميع، وبالنتيجة لا ديمقراطية بلا حرية، انطلاقا كذلك من استخدام مبدأ المساواة عند تطبيق جميع ما تعلق بالحقوق والحريات من نصوص. أولاً سألخص بصورة موجزة عن مبدأ المساواة وتحديد المراكز القانونية من حيث التماثل أو الاختلاف. هنا يتم تحديد المراكز القانونية من حيث التماثل أو الاختلاف وفقاً لشروط موضوعية ترتبط بالأحكام المنشئة للحقوق والالتزامات باعتبار المراكز القانونية وفقاً لهذه المسألة هي أطراف العلاقة القانونية المحددة للحقوق والالتزامات. أما عن مبدأ المساواة وتحديد المعاملة القانونية بالتساوي بين المراكز القانونية، يتم ذلك التحديد إما بواسطة مساواة شكلية أم مساواة مادية، ومنه إذا حدث هو أن نص التشريع على فرض عملا جبرا على المواطنين وميز بينهم في الأجر.
رغم وحدة العمل. نعم أستاذ، حاولي بس الوقت داهمنا. صحيح صحيح، أعتذر. ومما لا شك فيه أن النصوص الدستورية والقانونية تضع الضوابط لجهة الإدارة وغيرها من السلطات عند مباشرة اختصاصها الذي قد يقيد من إمكانية ممارسة تلك الحقوق. وفي الأخير ومن بين النتائج المتوصل إليها ضرورة انتهاج الديمقراطية، وبذلك ترتبط الديمقراطية بمبدأ الفصل بين السلطات في الدولة القانونية، أضف إلى ضرورة أن يتم الربط بين الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان من جهة وقانون الإجراءات الجزائية من جهة أخرى. أشكركم على المتابعة وأعتذر إن أطلت في مداخلتي. شكرا. شكرا، بارك الله فيك. وفيكم بارك. شكرا جزيلا. وبدون إطالة نحيل الكلمة إلى الأستاذة قيصران هناء التي التحقت بنا اللحظة لأنه كان عندها مشكل في الانترنت. مداخلتها بعنوان تفعيل سيادة القانون كآلية أساسية لمكافحة الفساد سنغافورة نموذجا، ونتمنى أن تلتزم بحدود الوقت لأنه عدد المداخلات ما زالوا المتداخلين أكثر، ويعني نحاول أن نلتزم بالوقت قدر المستطاع. تفضلي دكتور. إن شاء الله أستاذ. شكرا أستاذ، إن شاء الله تكون في الاستماع. إن شاء الله هني نسمع فيك بشكل جيد. شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تفضل سيد رئيس الجلسة، عنوان مداخلة حول تفعيل سيادة القانون كآلية أساسية لمكافحة الفساد سنغافورة نموذجا. إنه على الرغم من قوة الأطر القانونية لمكافحة الفساد في بعض الدول، فإن ممارسة الفساد لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة على عكس دولة سنغافورة التي نجحت في الحد من هذه الظاهرة. لذا تبرز أهمية هذه الدراسة في التعرف على دور تفعيل سيادة القانون في مكافحة الفساد من خلال مجموعة من الآليات التي خلقت بيئة تدافع عن النزاهة والشفافية، فقد أدركت أنه بدونهما يستحيل تحقيق عملية التنمية. من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية: كيف ساهم تفعيل سيادة القانون في مواجهة ظاهرة الفساد في سنغافورة؟ وللإجابة عليها تم تقسيم الدراسة إلى 4 عناصر: أولاً الإطار المفاهيمي للدراسة، ثانياً آلية سيادة القانون ودورها في مكافحة الفساد، ثالثاً دور تفعيل سيادة القانون في مكافحة الفساد في سنغافورة، ورابعاً وأخيراً تأثير تفعيل سيادة القانون على سنغافورة. من بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أنه تفعيل سيادة القانون دعامة محورية لمكافحة الفساد في الدولة، لأنه يعمل على تعزيز الشرعية والوقاية من سوء استخدام السلطة والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة، كما أن تأثير سيادة القانون لا يعمل على مكافحة الفساد فقط بل كذلك الوقاية منه، لأنه يهدف إلى التصدي لإساءة استخدام السلطة. زيادة على ذلك تجعل من المواطنين لا ينتقدون المنظومة القانونية بل يطيعونها لأنهم يدركون أهدافها ووظيفتها. لذا عند التطرق لالتزام سيادة القانون في مكافحة الفساد سرعان ما يتبادر في ذهننا تجربة سنغافورة التي تعد من أنجح التجارب، وهذا ما لاحظناه في تصنيف منظمة الشفافية العالمية مؤخرا لعام 2021، حيث نجد أن دولة سنغافورة تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مكافحة الفساد. ويمكن إرجاء سبب هذا النجاح إلى الإرادة السياسية للسلطة السنغافورية التي تعتبر عاملا محوريا لنجاح مساعي مكافحة الفساد في من خلال اعتماد السلطة على آليات قانونية ومؤسساتية وإجرائية لتفعيل سيادة القانون. بالنسبة للآليات القانونية، قامت السلطة السنغافورية بتفعيل القانون من أين لك هذا، حيث هذا القانون يسمح بمراجعة معيشة الموظفين ممن يعيشون خارج حدود إمكانية، بمعنى أنه الممتلكات التي يتحصلون عليها خارج مرتباتهم العادية يقومون بمثلا شكون هذه قيصر هنا، هذه هل هي تحصل عليها من خلال رشوة ومكافأة، وبالتالي يسعى للاتصال بمؤسسات حكومية حتى يثبت العكس، يعني إلى غاية براءتهم. وبالتالي هذا القانون عزز من الشفافية والمساءلة والمحاسبة. بالنسبة للآلية المؤسساتية، من خلال تأسيس مكتب تحقيق في الفساد، والذي من بينه المهام هي التحقيق في أي فساد سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص،
والإشارة إلى نقاط الضعف الموجودة بالإدارة التي وجد بها ثغرات، وكذلك التواصل مع مجتمع لنشر رسالة مكافحة الفساد من خلال مجموعة من المبادرات للوصول إلى الطلاب والوكالات الحكومية والشركات والجمهور العام لتوعيتهم بأهمية مكافحة الفساد. أما بالنسبة للآلية الإجرائية فتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لسيادة القانون، على سبيل المثال الحصر، تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، كذلك الحد من تعامل الموظفين بالمال حتى يعني الرسوم والغرامات يتم دفعها إلكترونيا، تعدد المحققين في قضايا الفساد، كذلك الاستعانة للحكومة بالإعلام في كشف الحالات المشبوهة عبر تشكيل وسائل إعلام مستقلة وموضوعية تغطي جميع حالات الفساد التي عثر عليها أو التي غفلت عنها، كذلك وضع نظام واضح للمعالم ومفتوح للمشتريات الحكومية يمكن الإطلاع عليها من خلال مركز الأعمال الإلكترونية، وهو بوابة للمشتريات الحكومية تسمح للمتقدمين بعروض الإطلاع على الصفقات والمواصفات المطلوبة. هذه التجربة بدورها أثرت إيجابياً على التنمية في سنغافورة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، بحيث أصبحت قوة عالمية اقتصادية بسبب الإدارة السلمية والنزيهة والشفافية للاقتصاد الكلي وسياسة التجارة الداخلية والخارجية، كذلك ساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي تراجع نسبة البطالة والفقر، كما أن نظراً لاتباعها لأحسن نظام تعليمي ارتبط كذلك النجاح بتنمية الموارد البشري السنغافوري من حيث توفير نظام تعليمي ساهم في رفع كفاءة الفرد وتحسين مستوى معيشته، الأمر الذي جعل من الفرد السنغافوري عنصرا فعالا في هذه الدولة. وشكرا. بارك الله فيك دكتورة على هذا الإثراء والاحترام للوقت، وبدون إطالة سوف نحيل الكلمة إلى الدكتورة غرس الله كريمة ومداخلتها التي تحمل عنوان سيادة القانون وحقوق الإنسان، فلتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذة غرس الله كريم من جامعة الجزائر. أستاذة راك تسمع؟ إيه أنا نسمع فيك بشكل جيد، تفضلي. نعم. يشرفني أن أحضر معكم هذا الملتقى وأن أقدم مداخلتي المتعلق موضوعها بسيادة القانون وحقوق الإنسان. حاولي تختصري قدر المستطاع. نعم. لأن الوقت بإذن الله إن شاء الله. أصبح مفهوم حقوق الإنسان وسيادة القانون مفهومين مترابطين ببعضهما البعض بحيث يدعم كل منهما الآخر، ويظهر هذا الترابط في تفعيل سيادة القانون من خلال ضمان حماية لحقوق الحريات على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي. فعلى الدول دسترت حقوق الحريات ضمن دساتيرها وموائمة التشريعات المحلية مع القانون الدولي، ومنها وضع آليات ووسائل لحماية هذه الحقوق والحريات حتى يتم تعزيز مبدأ سيادة القانون. لذلك سنتناول في هذه الدراسة الوسائل الدستورية لحماية الحقوق والحريات، سنقسمها إلى جزئين، منها الوسائل القضائية والوسائل الغير قضائية. فيما يتعلق بالوسائل القضائية لدينا ثلاث أنواع من القضاء، باعتبار أن القضاء من أنجع الوسائل لحماية هذه الحقوق والحريات وتفعيل مبدأ سيادة القانون، منها في مبدأ التدرج القانوني وفي وجود فصل بين السلطات مع استقلالية للقضاء ورقابة برلمانية محددة محايدة ووجود تكليف لتلقية حقوق وحريات الإنسان لا سيما حرية التعبير والممارسة السياسية. أما بالنسبة للديمقراطية، يعني نحاول نختصر، بالنسبة للديمقراطية كما هو معروف هي النظام السياسي أو نظام الحكم الذي يعطي السيادة أو السلطة للشعب أو لغالبيته العظمى، بحيث يكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وممارسها بصورة فعلية. ويكفي هنا عبارة الرئيس الأمريكي الشهيرة أبراهام لينكولن، إن الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب.
أن الديمقراطية بتعريفها هذا هي الأداة التي يحكم بها الشعب بنفسه تحضر عن ما تقابل خلال بممارسة زوم وبهذا الديمقراطية لابد أن تتحقق في مجموعة من الخصائص والشروط في نفس فهي الديمقراطية تماشى فقط الجميع متساوي القانون تساوي المواطن في شؤون الحكم وتمتعهم بالمقابل بالحماية القانونية سيد عبد اللطيف صوت متدخل أحبك حبس سيد عبد اللطيف نحن لا نسمع المتدخلة أستاذة قطعة الصوت أستاذ أفتح الصوت من عندك أستاذة من فضلك إذا قدرتي أفتح الصوت من عندك أفتح الصوت من عندك أفتح الصوت من عندك يا أستاذة إذا قدرتي أكتيفي الصوت من عندك وراحنا لا تسمع شوية ارسل لها ميساج ارسل لها ميساج ارسل لها رسالة لفتح الصوت هاي فتحت خلاص تفضلي أستاذة تفضلي أستاذة تفضلي تفضلي أستاذة تفضلي نعم ذا الصوت أستاذة راكي تسمعي فيا يا أستاذة أستاذة هنا الصوت تاعك ما نش نسمعوا فيه إطلاقا شوفي عندك في الميكرو إذا كان من ديزاكتيفي الصوت عاودي أكتيفي أستاذ الغسلة نعم أستاذ أستاذ الغسلة نعم نعم أستاذ ألو ألو السلام عليكم السلام كيف لا أستاذ الغسلة تسمعي فيها تسمعي في الأستاذة مانيش نسمع لا لا اي حنان طهاري استاذ حنان طهاري راك تسمعي فيا اشيري لي نحن لا نسمعك اطلاقا يعني راح الصوت تاعك بشكل مفاجئ يعني اسمحي لنا دوك نحاولوا باه ربحا للوقت نحاولوا باه نمروا المداخله التي تليك مداخله الاستاذ بريش محمد استاذ بريش محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نحمد الله ونشكره على ما تيسر لنا في هذا اللقاء. بودي أن أوجه اعتذاري الرئيس للملتقى أنني في مهمة عمل، ولكن أبيت أن نكون حاضر دقيقة بدقيقة. عنوان تسمع فيه يا أستاذ؟ أني نسمع فيك بشكل جيد يا أستاذ. أيوة شكرا. ولا نعتذر منك، نعتذر منك لأني ما قدمتش العنوان تاع المداخلة تاعك اللي هي بعنوان دور الدولة والمجتمع المدني في إرساء التشاركية لتحقيق دولة القانون. تفضل. بارك الله فيك. بالنظرة لضيق الوقت راح نقدم هذا مختصر مفيد. حاول تختصر قدر المستطاع لأننا في صراع مع الوقت. أكيد أستاذ أكيد. المتمعن والقارئ لهذا العنوان دور الدولة والمجتمع المدني في إرساء التشاركية لتحقيق دولة القانون، أكيد احنا نتكلم عن الحكامة والحكم الراشد أو الحكمانية، تختلف الألفاظ ولكن المعنى واحد، وعليه لابد عندما نتكلم عن هذا المفهوم لابد أن نشير إلى ثلاث أبعاد مهمة، وهي المجتمع المدني، الدولة، والقطاع الخاص. وعليه سنركز على البعد الأول وهو المجتمع المدني، والذي أصبح اليوم حديث الساعة. المجتمع المدني هو جوهر العملية سابقاً في ظل الحراك الجزائري المبارك الذي وجد النظام الجزائري نفسه في أزمة كبيرة في ظل فقدان الثقة بين المواطن والدولة، والتي كان من المفروض وجود هيئة أو قطاع ثالث، وهو في ظل وجود هذا الشرخ وهو دور المجتمع المدني. ولكن للأسف كان المجتمع المدني في حد ذاته فاقدا لتلك الثقة، وهذا يرجع لسببين، وهما أول حاجة تعمد في العقدين السابقين صناعة مجتمع مدني ضعيف بسبب شراء السلم الاجتماعي من خلال الإعانات التي كانت تمنح له، وكذلك في ظل وجود أو ترأس مجتمع من طرف ناس استغلوا هذا القطاع المهم، وفي ظل غياب كذلك نلوم النخبة وبحكم أنني رئيس جمعية وطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، أستطيع أن أقول أن تم استحواذ على المجتمع المدني من طرف الأحزاب، فهناك من الأحزاب الإسلامية التي استحوذت على الجمعيات الخيرية والجمعيات وكذلك من الأحزاب العلمانية التي استحوذت على الجمعيات الحقوقية وغيرها. وأنتم كما تلاحظون من المفروض المجتمع المدني والأحزاب السياسية هو خطان متوازيان، مفروض أن قوة الحزب المدني هي من قوة الحزب السياسي، هي من قوة المجتمع المدني. وكذلك في ظل الحكم الحالي الرئيس عبد المجيد تبون انتبه الدولة إلى دور المهم والفعال والريادي للمجتمع المدني، وفتحت له المجال أمام المجتمع المدني كما ذكر زميلي سابقا خلال إعطائه هامش أكبر في التحرك من خلال ما جسده الدستور الحالي، وهو ما كانت تنادي به هيئة المجتمع المدني سابقا في حقيقة الحال. في مرصد الوطن المجتمع المدني، وكذلك المرصد الوطني المجتمع المدني وهو له دور مهم في المستقبل في الرؤية الاستشرافية للمجتمع، وكذلك دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي له دور حيز كبير للمجتمع المدني في هذا المجلس، ولكن أعيب على المرسوم الذي صدر مؤخرا في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن المجتمع المدني طرف رئيس الجمهورية، وهذا من المفروض أن لا يكون تعيينات المجتمع المدني من طرف رئيس الجمهورية. كما أن المجتمع المدني تم تعيين له مستشار مكلف في رئاسة الجمهورية ومعروف نزيه بن رمضان، وأنا كذلك أعيب في هذه النقطة أن المجتمع المدني أكبر من أن تعين له مستشار، فهو المفروض قطاع ثالث يحرك عجلة التنمية، فيحتاج إلى هيكلة أكبر لترميم الشرخ
الذي حصل به في السنوات السابقة. وعليه فإن أنا دائما أقول مقولة مهمة: أعطيني مجتمع مدني قوي أعطيك دولة مؤسسات قوية. وفي لكي نتحصل على مجتمع مدني قوي سينتج عنا تحقيق سينتج عن هذا تحقيق المساءلة الحقيقية، هذه مهمة جدا. ولكن دائما أعيد وأكرر، المجتمع المدني ضرورة النخبة، ضرورة قيادة النخبة هذا القطاع، لأن النخبة تركت الفراغ فاستغل الفراغ أناس استغلاليين وانتهازيين. كذلك لو توفر لدينا مجتمع مدني قوي سوف تساهم في الرقابة على المستوى الوطني والمحلي، بخصوص أنها صراحة تتجدد المجالس الولائية والبلدية، فهو له دور، نستطلع أنه دور قوي وريادي في الفترة اللاحقة. سوف تعزز مفهوم المواطنة كذلك بوجود مجتمع مدني قوي، وكذلك سوف يساهم في محاربة الفساد لو تم تأطيره من طرف نزهاء. كذلك أنوه ضرورة إلى المجتمع المدني في الجالية، لأنه في ظل تكالب الدول الخارجية التي تريد خرق الدول الجزائرية، فهو كذلك المجتمع المدني أنا أعتبره الصف الثالث في حماية سيادة الدولة. كذلك من أهم التوصيات أتمنى إعادة النظر هيكلة المجتمع المدني وعلى الدولة التريث ووضع استراتيجية بعيدة المدى لصناعة مجتمع مدني قوي يؤدي في النهاية إلى سيادة الدولة وسيادة القانون. وشكرا. بارك الله فيك دكتورنا على التدخل القيم وعلى احترامك للوقت، ونشكرك على هذه الملاحظات القيمة. أكيد خلتي. الآن سوف نحيل الكلمة إلى دكتور شبل يوسف. شبل يوسف حاضر معنا؟ ها راح يهضر يوسف. شوفي إذا كان راح يهضر يوسف. شبل يوسف. ديري شوفي روحي رجوان. سلام سلام. راك معنا الأستاذ شبل؟ ما عنديش. أنا ثاني مش حنا سلام مش حنا نهضر وقيلة. أستاذ من يتحدث الرجاء أنا دكتور روحي للأوضة. مين هذاك الأوضة؟ أستاذ جبل يوسف البراني هل تسمع فينا؟ نسمعك يا أستاذ. نسمع ألو أستاذ شبل. ألو أستاذ دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ شبل يوسف، حاضر معنا بمداخلة بعنوان مبدأ سمو الدستور في الحالات غير العادية. نحيل لك الكلمة وحاول تحترم الوقت قدر المستطاع. تفضل مشكور. إن شاء الله يا دكتور. شكرا دكتور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ما بعد. نحن بصدد عرض مداخلة الدكتور ولي عبد اللطيف والدكتورة جروني فايزة والطالب دكتور راشد اليوسف المعنونة بمبدأ سمو الدستور في الحالات الغير عادية. وقسمنا هذه المداخلة إلى محورين أساسيين، وتناولنا في المحور الأول مفهوم مبدأ سمو الدستور من حيث السمو الموضوعي الذي يتعلق بمضمون القاعدة وطبيعتها التي تنظم موضوعات دستورية وما يترتب عليه من نتائج، والمتمثلة فيما يلي: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة، تدعيم مبدأ المشروعية، منع الاختصاصات الدستورية. وبعد ذلك تطرقنا إلى ضمانة مبدأ السمو الدستور من ناحية السمو الموضوعي والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، والتي تنقسم إلى رقابة سياسية وتأخذ صورة الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، ثم إلى الرقابة القضائية والتي تمارس بطريقة الدعوى الأصلية أو الدفع الفرعي أو الأمر القضائي أو الحكم التقريري. يعني ثم تناولنا في النقطة الثانية السمو الشكلي الذي يتطلب في عملية تعديله إجراءات خاصة أشد تعقيدا من إجراءات تعديل القانون العادي، وعلى هذا النحو لا يتحقق السمو الشكلي للدستور المرن رغم تمتعها بالسمو الموضوعي.
ثم تطرقنا في المحور الثاني إلى نظرية الضرورة التي تعد من النظريات العامة التي تشمل جميع فروع القانون. وتتمثل نظرية الضرورة حسب فقهاء القانون الدستوري هي تطبيق نظرية الحرب والظروف الاستثنائية، غير أن اختلاف موقف الفقهاء القانون الدستوري من نظرية الضرورة من مدى الأخذ بها من عدمه. وتتجسد هذه المواقف في الموقف الأنجلوساكسوني الذي ينكر نظرية الضرورة ويستند على ذلك في عدم إمكانية تركيز السلطة في الظروف الغير عادية في يد السلطة التنفيذية، ثم الاتجاه الذي يأخذ بنظرية الضرورة ويستند على أساس واقعي أو سياسي. أما الاتجاه الثالث الذي يأخذ بنظرية الضرورة على أساس قانوني وينقسم الاتجاه إلى أثار الإدارة الألمانية ويستند على فكرة المصالح على كيان الدولة، ولا يهم بعد ذلك أن تكون تلك الإجراءات طابقة للقانون أو عدم مطابقتها للقانون. أما الاتجاه الثاني يتمثل في أنصار الاتجاه الفرنسي ويستند على ذلك في حالة وقوع بعض الأزمات التي قد تهدد بقاء الدولة وسلامتها، فإنه يحق للدولة أن تدافع عن نفسها وتواجه الأخطار بإجراءات استثنائية من نفس طبيعة الظروف التي تواجهها ولو خالف القوانين السارية. وبالتالي فإن نظرية الضرورة في نطاق القانون الدستوري لها تطبيقات شتى، ما يمكن أن تؤدي به الضرورة من تعطيل الدستور أو تعديل بعض أحكامه بغير الطرق المقررة في الدستور. وتأخذ جل الدساتير بالنظرية الفقهية القانونية والتي تتمثل في النظرية الألمانية والنظرية الفرنسية الحديثة، كما تتمثل نظرية الضرورة في الدساتير في الحالات التالية: حالة الحرب، حالة الحصار والطوارئ، حالة الاستثنائية والتي تقوم على الأركان التالية: أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن، أن يكون عمل الضرورة الذي صدر من الإدارة هو وسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر، أن يكون العمل لزاما فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة، يجب أن يقوم عامل الموظف المختص بما يقوم به من أعمال تطبيقية. وبالتالي ونخلص في الأخير أن مبدأ سمو الدستور في الحالة العادية يتحقق بضمانة الرقابة على الدستوريات التي تمارس من قبل المؤسسات الدستورية، أما في الحالات غير العادية تصبح وظيفة هذه المؤسسات الدستورية فقط. كما يشترط في الحالات الغير عادية تحقق حالة غير عادية فعلا وضرورة اتخاذ الإجراء الاستثنائي لمواجهتها، أما مشروعية الإجراء يجب أن يأخذ مستوى الإجراء قدر الخطر المحقق أو الذي سيتحقق. إضافة إلى ذلك أن مبدأ المشروعية في الظروف العادية هو الاحتكام إلى القانون، بالتالي يتحقق هذا المبدأ في حالة الضرورة بتحقق الظرف الاستثنائي. وشكرا. بارك الله فيك الأستاذ شبل يوسف على هذا الإثراء للنقاش من خلال حديثك عن مبدأ سمو الدستور في الحالات غير العادية. بدون إطالة نحيل الكلمة كسبا للوقت، نحيل الكلمة للأستاذة قرير نوارة أعتقد أنها حاضرة معنا. السلام عليكم أستاذ، هل تسمعني؟ أهلا وسهلا دكتورة قرير نوارة. مداخلة الأستاذة عنوانها وسيط الجمهورية ضمانة لتكريس دولة القانون. وسيط الجمهورية ضمانة المحترمة في هذا الملتقى، ونتمنى منك أن تحترمي الوقت قدر المستطاع، تفضلي. شكرا لك أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مداخلتي مع الأستاذة ظريفي نادية تحت عنوان وسيط الجمهورية كضمانة لتكريس دولة القانون، تندرج تحت محور آلية المشاركة بين الدولة والمجتمع المدني. كبداية نقول بأن من أجل تكريس دولة القانون وتقريب الإدارة من المواطن، فإن وضمان لكفاءة الحريات وحقوق المواطن الأفراد استحدث المشرع الجزائري نظاما رقابيا في شكل هيئة طعن غير قضائية. أستاذة هل تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا، تفضلي. في شكل هيئة طعن غير قضائية ضمن آلية الرقابة المتخصصة أطلق عليها المشرع الجزائري اسم وسيط الجمهورية، كان هذا بموجب المرسوم الرئاسي 2045. وبالتالي فإن مداخلتي تم تقسيمها إلى قسمين: أولا تطرقنا إلى تعريف وسيط الجمهورية كهيئة رقابية وما هي المبررات التي أدت إلى إنشائه، ثانيا تطرقنا إلى المهام التي يقوم بها وسيط الجمهورية في إطار تكريس دولة القانون. فوسيط الجمهورية كما اعتبره المشرع الجزائري يعتبر بمثابة وسيط الجمهورية يعتبر بمثابة هيئة طعن غير قضائية تم إنشاؤها بموجب المرسوم 2045، ولكن هذا التكريس لم يكن الأول في القانون الجزائري، فكان في سنة 1996 في عهد الرئيس اليمين زروال
فدامت هذه التجربة ثلاث سنوات فقط ثم ألغي في إطار عقلاً الترشيد وترشيد النفقات، لتعود بعد ذلك في عهد الرئيس الحالي، واعتبر في عهد الرئيس الحالي، وذلك من أجل حماية وحقوق المواطنين في إطار وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية. ومن بين ولعل من أهم المبررات التي أدت إلى إنشاء أو إعادة تكريس هذه الهيئة، نجد المبررات السياسية والإدارية المتمثلة في الفساد الإداري للحكومات المتعاقبة والذي تغلغل في الإدارات وجميع مؤسسات الدولة، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الإدارة والمواطن، إضافة إلى المبررات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ضرورة إنشاء هذه الهيئة، نجد تراجع الاستثمار على المستوى الوطني والمحلي، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتهاوي سعر الدينار الجزائري، فكان لابد من إيجاد آليات تعزيزية للعلاقة بين المواطن والإدارة، ومن أجل تفادي الانفجار الاجتماعي. أما مجال تدخل وسيط الجمهورية فإنه قيده المشرع الجزائري بشروط وضوابط متمثلة في أن يكون المخطر أو الشاكي شخص طبيعي، بالإضافة إلى وبالتالي فإن المشرع الجزائري استثنى هنا الأشخاص المعنوية، كما يجب أن يكون على الشاكي أو المخطر قد استنفذ جميع الطرق طرق الطعن. هنا المشرع الجزائري يقصد طرق الطعن الإدارية والقضائية، إضافة إلى أن يقع الشاكي ضحية غبن بسبب خلل في تسيير المرفق العمومي. في هذه النقطة نجد أن المشرع الجزائري قد أخطأ في استعمال مصطلح الغبن، وبالتالي فإن الغبن يكون نتيجة فقدان توازن في الأداءات بين المتعاقدين، فالعلاقة هنا بين الإدارة والمواطن ليست علاقة عقدية بل هي علاقة لائحية. أما عن دوره الرقابي فقد كما قلنا سابقا بأن مرجعية إنشاء هذه الهيئة في الجزائر هو أساسا محاربة البيروقراطية الإدارية، حسب المادة 3 من المرسوم 2045 فإنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحية المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن العلاقات بين الإدارة والمواطن. فماذا نقصد بصلاحية المتابعة والرقابة في عمل وسيط الجمهورية؟ فهل يتتبع الملفات المطروحة أمامه بفتح تحقيق حول القضاء حول هذه القضية، أم أنه يوقع جزاءات وله سلطة ردعية في هذا الشأن؟ بالنظر إلى المرسوم وبالنظر إلى عمل وسيط الجمهورية، فإن وسيط الجمهورية نجد أن وسيط الجمهورية يقوم بعد إخطاره من طرف الشاكي يقوم بمراسلة الإدارة، ولا يمكن له إجبارها على الرد، كما لا يمكن له أن يحدد لها مدة للرد، وبالتالي فإن مهمته هنا تكون مهمة ليست رقابة ردعية بل هي مجرد توصيات تقدم إلى السيد إلى رئاسة الجمهورية، لأن الهيئة هذه ملحقة برئاسة الجمهورية وليست لها استقلالية إدارية ولا مالية، وقراراتها ما هي إلا قرارات استشارية. أما في مجال حقوق المواطنين في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين، فالمشرع الجزائري اختلف هنا عن باقي التشريعات وقلص من هذه المهمة، فنجد أن المشرع الفرنسي فنجد أن المشرع السويدي استعمل مصطلح الأمن العام للأفراد، والمشرع الفرنسي استعمل مصطلح قواعد العدالة والإنصاف، بينما المشرع الجزائري استعمل مصطلح حقوق وحريات الأفراد، مما ضيق من مجال تدخل وسيط الجمهورية. فالمشرع الفرنسي والسويدي هنا يقصد به الأمن العام المادي والمعنوي، وحتى يصل إلى درجة السب والشتم. أما المشرع الجزائري فحقوق هنا محددة. وأما عن الإجراءات المتبعة أمام وسيط الجمهورية كهيئة رقابة، فإنه يقدم الإخطار بواسطة عريضة موقعة ومؤرخة من طرف المعني، ومكتوب فيها الشاكي والمرفق المرفق العمومي المعني والانشغال وكذا الوثائق. في الختام وتوصلنا إلى النتائج التالية: إن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية كان حتمية لابد منها في ظل انتشار الفساد والبيروقراطية الإدارية. المشرع الجزائري عكس التشريعات الأخرى قد ضيق من مجال تدخل وسيط الجمهورية، فجعل منها مجرد هيئة إدارية
ملحقة برئاسة الجمهورية، قراراتها استشارية ولا يمكن ولا تملك أي وسائل ردعية قانونية. إن حماية حقوق وحريات الأفراد يعتبر اختصاص أصيل للسلطة القضائية، وهذا يعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل بين السلطات. أما عن التوصيات التي توصلنا إليها ومن خلال العمل الميداني الذي كنا قد تطرقنا إليه، نجد أن وسيط الجمهورية لابد من منح نوع من الاستقلالية لوسيط الجمهورية مثل باقي الدول. ثانياً، تعزيز الدور الرقابي له، لأن دوره اللا ردعي يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن، فالواقع يقر لنا أن وسيط الجمهورية ما هو إلا أداة لاستماع لشكاوي المواطنين دون إيجاد حلول لذلك، فالإدارة لا تستجيب له في أغلب الأحيان، مع أن في غالبية الأحيان لا ترد نهائيا ولا تحترم المدة للرد في ذلك. ثالثا، نجد أن النص الحالي الموجود بالنسبة لوسيط الجمهورية ما هو إلا نسخة عن النص الملغى الذي كان في سنة 1996، وعليه فإن وسيط الجمهورية بالرغم من أنه أنشئ في إطار تغلغل الفساد وانعدام الثقة بين الإدارة والمواطن، ما هو إلا إضافة لترسانة الآليات الموجودة بصورة شكلية لا عملية. فدولة القانون تتطلب فعالية في القرارات وأن تكون حاسمة من طرف الهيئات الرقابية واستقلالية تامة عن سلطات الدولة. والسلام عليكم وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذة كرير النوارة، ومشكورة على مداخلتك القيمة. حورية قسعة. نعم أستاذ، حاضر أسمعك. تفضلي مداخلة الأستاذة حورية قسعة من قالمة، مداخلتها بعنوان المجتمع المدني وتحدياته في بلورة وتطوير الديمقراطية التشاركية في الجزائر. تفضلي، مشكورة. صبري. السلام عليكم. صبري. مداخلتي بالاشتراك مع حدادة سهام. نعم، أعرف. تعد الديمقراطية تلتزمي بالوقت قدر المستطاع، من فضلك. إن شاء الله أستاذ. تعد الديمقراطية التشاركية من أهم العوامل المؤدية إلى تطوير وترقية وحتى توزيع المهام بين الحاكم والمحكوم، فهي كآلية قانونية وسياسية ضمن النطاق الداخلي للدول تتضمن ميكانيزمات تسمح لها بالتحديث ومعاصرة التغيرات سواء طارئة أو ذات الأبعاد التكنولوجية، كما أن قوة وتعددية المجتمع المدني تعد عاملاً حاسماً في تشكيل التغيير الديمقراطي. ووفقاً للاري جيامون، باحث في مؤسسة هوفر، يؤدي المجتمع المدني العديد من الوظائف الحاسمة لتطوير وترسيخ الديمقراطية بمختلف أشكالها ومستوياتها، بما فيها الديمقراطية التشاركية. وتعتبر الجزائر من بين الدول التي بادرت لتبني هذه المقاربة ومحاولة تجسيدها من خلال سن القوانين التي عملت على تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تسيير الشؤون العامة، وذلك كرد فعل على أزمة الديمقراطية التمثيلية. وبالرغم من ذلك، تواجه منظمات المجتمع المدني في الجزائر العديد من العراقيل والتحديات من حيث الآليات والمتطلبات اللازمة لإنجاح وتفعيل نمط الديمقراطية التشاركية في الجزائر. تطرح هذه الورقة البحثية إشكالية رئيسية محورها التساؤل التالي: في ظل التحديات والرهانات المطروحة على المجتمع المدني في الجزائر من حيث قدرته على تفعيل مسار الديمقراطية التشاركية، ما هي الآليات والميكانيزمات اللازمة لإنجاح وتفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائر؟ واعتمادا على هذه الإشكالية، تم الاستناد إلى فرضية مركزية فحواها: تفعيل مسار الديمقراطية التشاركية في الجزائر سيبقى مرهون بمدى قدرة منظمات المجتمع المدني على بناء المصداقية والثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين، وهو ما سنحاول دراسته من خلال محاور هذه المداخلة. بداية، بعد التعرض إلى المجتمع المدني في الجزائر من خلال دراسة المفهوم والتطور والتحديات والوقوف على الديمقراطية التشاركية في الجزائر بدلالاتها واقعها ومآلاتها، توصلنا إلى مجموعة من التحديات التي تحيط بالمجتمع المدني في تطبيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر، وذلك بغياب عنصر العصرنة والحداثة عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الجزائر، وهو ما يجعلها عاجزة عن التحول لمؤسسات تتيح أوسع مشاركة للفئات التي تعبر عنها في تحديد سياسات
والمشاركة في تنفيذ أنشطتها. ثانياً، غياب عامل العمل الجماعي لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر، وهو ما يفقدها القدرة على الضغط وتحقيق أكبر الأهداف الممكنة. حالة الانشقاق والتفكك والصراع الداخلي لمنظمات المجتمع المدني في الجزائر، انعدام ثقافة العمل التطوعي على مستوى المجتمع الجزائري، ضعف التمويل والدعم من السلطات لبرامج العمل التطوعي والتشاركي، غياب آليات الحكم الرشيد داخل المؤسسات كالشفافية والمشاركة والمساءلة، عدم الاستثمار في الطاقات الشبابية للمجتمع. كما يشكل عامل الاستقطاب أهم التحديات والرهانات المطروحة والتي تواجه منظمات المجتمع المدني. ومن أجل مواجهة التحديات والرهانات التي تواجهها منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الجزائر، والتي تنعكس بدورها على مدى قدرته على تجسيد وتفعيل الديمقراطية التشاركية، وهو ما يطرح حتمية تبني جملة من الآليات والميكانيزمات والتي يمكن حصرها في رفع القيود المتعلقة بتأسيس وتسيير الجمعيات وضمان استقلاليتها، وضع آليات قانونية واضحة تتيح لهذه التنظيمات المساهمة في اقتراح القوانين وتحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومتابعة تنفيذها، إلزام المسؤولين بالتكفل باقتراحات منظمات المجتمع المدني والتكفل بانشغالاتها، واستحداث أطر واضحة لمناقشة هذه المطالب والاقتراحات وضمان انسجامها مع الأهداف العامة والإمكانات المادية والبشرية المتاحة واستراتيجيات التنمية المحلية، ضرورة ممارسة هذه التنظيمات للديمقراطية والشفافية في تسييرها واتخاذ القرارات وآليات وشروط تحمل المسؤولية واحترام قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، التزام تنظيمات المجتمع المدني بأن تكون مطالبها واقتراحاتها واقعية ومبنية على معطيات حقيقية تخدم المصلحة العامة وتحمل تصورات لأولويات التنمية المحلية بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية. شكرا. وختاما نعم أستاذ وختاما ولي إدراكا من السلطات الجزائرية لأهمية نمط الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية في جميع المجالات، وهو ما سينعكس بدوره على المكانة الإقليمية والدولية، سعت إلى تبني هذه المقاربة والعمل على إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها تشكل محورا رئيسيا في مسار تجسيد الديمقراطية التشاركية. وعلى الرغم من المساعي الحديثة والجهود المبذولة من السلطات الجزائرية لإشراك فواعي المجتمع المدني، إلا أنها تواجه تحديات ورهانات متعلقة بالبيئتين الداخلية والخارجية للمجتمع. نعم أستاذ. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الوقت ردهمنا من فضلك. شكرا أستاذ. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نحيل الكلمة الآن للأستاذ فيطس السعيد مرابط حموم من جامعة خانشلاء، مداخلتهم بعنوان آليات تعزيز الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسمعكم جيدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك حاول تختصر قدر المستطاع، الوقت راه يعني بشكل يعني. الأستاذ فيطس السعيد مع مناسبة مع حموم رابط جامعة خانشلاء. مداخلتنا أول موسومة بتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد. بهذه المداخلة ارتأينا أن نركز على ما هي الديمقراطية التشاركية، كيف كان نشأتها، وما هي آلياتها، وما هي شروطها، وما علاقتها بالحكم الراشد الذي أنشئ في الجزائر في خلال سنة 1992. هذا الحكم الذي نتج عنه. لكن اختصر قدر المستطاع، راه الوقت مداهمنا بشكل مباشر، اعطينا نقاط فقط لو تكرمت. الذي تبنته الجزائر، وفي ختام ما تطرقنا اليه ركزنا الى بعض العناصر قد تكون اساسيه. من بين هذه العناصر اولا تفعيل دور الديمقراطيه التشاركيه في التنميه المحليه، تطبيق تشاركيه ديمقراطيه لا يمكن ان تكون في ظل ديمقراطيه تحت قيد النشا ان تكون قديمه، وعزم السلطات الجزائرية على ترقية الديمقراطية التشاركية في التنصيص الدستوري، وهذا ما تزامن مع تعديل قانون البلدية والولاية والتي كانت نقطة بدايته في سنة 2010 بمرسوم رقم 11-10. وفي الأخير يمكن القول أن تطبيق آلية القانون تعتمد على عدة أسس قانونية تكفل لها الدولة وتولي لها أهمية بالغة المشتركة بإشراك مجموعة من الفاعلين ومجموعة المجتمع المدني الذي ساهم في تطوير التنمية المحلية
وإشراك الجمعيات في قانون البلدية التي تعتبر من أساسيات ومن ضروريات التي ألح عليها المشرع الجزائري، خصوصاً ونحن في ظل التعزيز المجتمع الديمقراطي ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية، والتي أعطى لها السيد رئيس الجمهورية أولوية هامة في بناء المجتمع وتشارك جميع الأطراف وإشراك المجتمع المدني وفعال مختلف فعاليته في تطبيق هذا الأسس والمعايير الديمقراطية في التشاركية الجزائرية. وعلى هذا الأساس نشكر الجميع الذين تدخلوا ونشكر السادة من مؤطل ومن رئيس الجلسة على هذه الالتفاتة وعلى هذا الملتقى الموسوم بعنوان تعزيز الديمقراطية التشاركية وآلية الحكم الراشد، الذي تعتبر من ضمن المتطلبات ومن ضمن مواضيع الساعة التي نالت وتنال الاهتمام البالغ والمشترك. ونشكر الجميع على حسن الالتقاء ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. وشكرا بارك الله فيك سي فايت السعيد، شكرا جزيلا على إثرائك للنقاش وعلى مداخلتك المختصرة. نحيل الكلمة بدون إطالة إلى الأستاذة حمايتي صباح مع إسماعيل فريجات، مداخلة بعنوان سيادة القانون بين إقرار الحقوق وتكريس تطبيقها في التشريع الجزائري. حمايتي. ألو. ألو حمايتي. ألو. تفضلي. هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. أسمعك جيدا. حاولي تختصري أستاذة، حاولي تختصري قدر المستطاع لأننا في صراع مع الوقت. إن شاء الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والتسليم. أولاً أود أن أشكر كل القائمين على فعالية هذا الملتقى، وأتمنى دائماً النجاح لهذه الجامعة الفتية. أدخل مباشرة دون إطالة إلى عنوان مداخلتي، هو حول سيادة القانون بين إقرار الحقوق وتكريس تطبيقها في التشريع الجزائري. إذن أهم يمكن الحديث على مبدأ سيادة القانون، على أنه يعتبر من أهم أو على رأس مبادئ الدستورية في الدول المتحضرة والديمقراطية، ولأنه لا قيام لدولة الحق والقانون إلا بإعلائه، فأصبحت الالتزامات وواجبات عامة لبقاء واستمرارية الدولة، وبالتالي اعتبرت الركيزة الأساسية لقيام هذا المبدأ هو احترام الحقوق والحريات. أول شيء يمكن ربما تعرضنا له من هذه المداخلة هو دراسة تحليلية حول تنظيم أو مسألة تنظيم الحقوق والحريات وفق المنظور الدستوري للجزائر كما هو معروف. أيضا تطرقنا إلى نقطة أخرى في هذه المداخلة، هي كيف ساهمت سيادة القانون كدعامة لتعزيز هذه الحقوق والحريات، من خلال ربما طرقوا للزملاء منذ الفترة الصباحية إلى فيما يخص الآليات التي استحدثت، وخاصة فيما يخص المجلس الوطني للهيئة للحقوق الإنسان، وأيضا وسيط الجمهورية كاعتباره ربما لا يمكن اعتباره آلية مستحدثة بل هي آلية قديمة حديثة. هذا ربما قد يضفي العديد من خلال ممارسة هذه الصلاحيات العديد من تكريس أكثر وتعزيز أكثر للحقوق والحريات. لكن من خلال دراستنا لهذه ربما المداخلة، ربما نروح مباشرة إلى أهم التوصيات التي يمكن أن تحصلنا عليها، أنه بمجرد النص ليس أنه بمجرد النص على الحقوق والحريات العامة في الوثائق الدستورية لا يكفي لضمان تطبيقها في الواقع العام، كأن هذه النصوص وجدت كشروط وضمانات شكلية على مستوى الدستوري للدولة، لم ترافق في الأغلب الأحيان توفر الشروط الموضوعية الضامنة لها، أي أن هناك إقرار نعم للحقوق لكن في الواقع العملي لا نجد هذا ربما التطبيق الفعلي لهذه أو لضمان هذه الحقوق. أيضا الهدف الأساسي من إخضاع الدولة للقانون هو حماية الحقوق والحريات الأفراد من تعسف السلطة، أيضا تمكين المجلس ربما من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من وسع دائرة وممارسة مهامه في استقلالية فعلية، وبتحرير المجلس وجعله يمارس حرياته أكثر في مواجهة الانتهاكات والتصدي لها، وذلك من أجل تعزيز سيادة القانون. أيضا العمل على إزالة كل العراقيل المتمثلة في الضبابية وحقوق الإنسان بأنه يكون شفاف بحيث تكون له القدرة على نشر تقارير وحصائل يومية. أيضا فيما يخص ترقية مؤسسة وسط الجمهورية، دائما نتحدث على هذه الهيئة ربما لكن لابد أن تكون هناك ترقية من حيث البناء المؤسسي، أيضا دعمه من ناحية تكريس آليات حماية حقوق الإنسان لهذا المنصب ربما المنصب المهم
في هذه الفترة الحالية اللي ربما مستحدث وبدأ تفعيله ربما بتعيين العديد من وسطاء الجمهورية على المستوى الوطني، وهذا ربما يعطي دفع أكثر فيما يخص إقرار أكثر لحقوق الحرية، وأيضا حتى فيما يخص ربما ربط العلاقة ما بين الإدارة والمواطن، وهو نقطة ربما نقطة الإشكاليات الاختلالات الموجودة فيما يخص تكريس الحقوق والحريات. وفي الأخير أشكركم كل الشكر على هذا الملتقى القيم والرائع، ومشكورين على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها هذه الكلية. وإليك الخط. بارك الله فيك. بارك الله فيك الأخت الكريمة، شكرا جزيلا أخت صباح على هذه المداخلة القيمة. والآن سوف نفتح المجال للنقاش. إخوة الأفاضل الحاضرين، حول إبداء ملاحظاتهم أو إن كانت هناك يعني ملاحظات أو فضلوا مشكورين، يعني مادام يعني أنا في صراع مع التكنولوجيا. اللي عنده المجال للنقاش تفضل. استسمحك استاذي اذا كان ممكن. فضلي. شكرا. فيما يتعلق يعني بما ان في جو الحمد لله رب العالمين، يعطيكم الصحه كما كنتونا من هذه الفرصه تاع الحوار، اذا كان ممكن فقط نطلب من زملائي الاساتذه انكم يعني تعطوني رأيكم فيما تعلق بالوثيقة الحالية، هل هي دستور جديد أم تعديل دستوري؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. الأستاذ ربعي. نعم أستاذ. ما رأيك في هذا السؤال؟ في الحقيقة هو تعديل دستوري، يعني مسألة لا أعرف خلفيات طرح هذا السؤال. هو التسمية تاعو مرسوم. اكتبي كاميرا استاذ، اكتبي كاميرا. مرسوم الاصدار، اذا اردنا الجانب الشكلي او الجانب الشكلي للدستور، مرسوم الاصدار يسميه مرسوم رقم كذا المتعلق بالتعديل الدستوري. شكرا. بارك الله فيك. يعني اتفق معكم في هذه النقطه. معذره استاذ، اكمل ثم تفضل. من الناحية الشكلية مرسوم الإصدار يسميه تعديل دستوري، وبالتالي هو من ناحية قانونية تعديل دستوري. من ناحية الإجراءات المتبعة في وضعه، هي الإجراءات المقررة في الباب الرابع، وهو الباب المتعلق بإجراءات تعديل الدستور، وعليه فهو تعديل دستوري. شكرا. بارك الله فيك. إذا أردت نتكلم عن محتواه وعن حجم التغييرات التي وردت فيه وعن تعديله في هيكل الدستور وفي نصوصه وفي أنه ممكن هي تغييرات أساسية وجذرية، ولكنه يبقى من ناحية شكلية تعديلاً دستورياً. شكراً. بارك الله فيك. فقط يعني باش حبيت نعرف رأي تاعكم، لأننا كأساتذة بكلية الحقوق سعيد حمدين وقعنا في اللبس هذا، واحد يقول لك تعديل واحد يقول لك دستور جديد، ولا كان مدابية فقط يعني تحصل على رأيكم الشخصي فقط لإثراء النقاش. بارك الله. شكراً. هو مدام تم ضمن تفضل. تفضل استاذ. معليش تفضل. الإشكالية تثار لو انه عمليه التعديل حدثت كما حدث الدستور 96 الذي تم خارج الباب الرابع المتعلق بتعديل الدستور، وانما استدعى رئيس الجمهوريه الهيئه الناخبه مباشره. شكرا. لذلك اطرح الاشكال رغم انه ايضا تعديل دستوري، الا انه اليوم المساله من الناحيه الشكليه محسوم فيها المساله. بارك الله. هو حقيقه غير جذري. تفضلوا أساتذة المشاركين، أي مجال المناقشة أو استفسار أو إضافة أو تعقيب في مداخلة في تدخل إذا تفضل.